ازيكم؟ معكم سارة سيد. فيديو النهارده بيتكلم عن اخطاء المحجبين. مفيش احسن من كده، اقول على طول دغري. يلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. طيب، انا عملت فيديو من فتره بسيطه قوي عن اخطاء المحجبين اللي انا ببقى شايفاها، حاسه ان انت مش محجبه، وبالفعل اقسم بالله ما تبقاش محجبه بجد. يعني اللي بيلبس طرحه لورا دي او اللي بيلبس لبس شفاف، هو في خلال شهر شهرين الطرحه دي بتتقلع. فهو ده، انا مش عايزه اتريق، مش عايزه اتريق والله، عشان ربنا يثبتنا على حجابي. يعني نحترم نفسنا بقى، نحترم نفسنا بقى، ربنا يثبتنا على حجابي. فانا ما حبيتش ان انا اطلع اقول العيوب وما لاقيش لها حل. يعني انا مثلا قلت الطرحه اللي بتبين الرقبه، طب انا لازم اوريكم بقى الصح. تمام، فانا عندكم اللفه دي اللي هي لفه عاديه خالص، ما بتعرفش تلف طرحه اصلا، بتحطها كده اهو تلفها لفه والموضوع يخلص. وانا ساعات بجيب الطرحه دي كده وبربطها بدبوس ومسكها كده اهو وربطها من ورا، وممكن تعمليها بطرق كتير قوي. يعني المهم ان انت تغطي رقبتك وتلبسي حاجه. يعني بصي انا لابسه ايه؟ لابسه قميص، لابسه قميص عشان ده رقبته واسعه شويه، فانا لابسه قميص. فبنعالج الحاجه بحاجه شيك برده، ويبقى شكلك حلو وكل حاجه. مش شكلي حلو اهو. المهم بقى ايه، في حاجه تانية، هنيجي بقى في منطقه الفساتين القصيره اللي الناس كتيره قوي علقتني على موضوع ان انا بقول العيال كبرت. بجد هو شكلهم بيبقى كده، بجد شكلهم ان انت بتبقي لابسه بنطلون، لابسه جيبه قصيره. بس بصي، يعني انا مش عايزه اظلمك برضه، ممكن تكوني مش عارفه تحليها ازاي. انا هقولك، لو انت لابسه اي فستان بتلبسي تحتيه بنطلون اسود وبتلبسي بوت. على فكره انا بقيت بلبس بوت صيف شتا، لان انا ساعات بجيب جيب الاقيها قصيره فبلبس بنطلون. فطبعا مش عايزه البنطلون يبقى شكله باين، عشان ساعات بيبقى شكله سخيف قوي، فاقوم لابسه بوت على تحت فوق البنطلون فمبيبانش. يعني بيبان امتى بقى؟ لما مثلا كنت طالعه على سلم فجيبه تترفع، لما كنت مثلا راكبه عايزه اركب اتوبيس واجي انط فيه فجيبه تترفع كده كده. ايه هو ده الحاجه الوحيده اللي بيبان في البنطلون. لكن طول ما انت ماشي البنطلون اصلا ما بيبانش، مش بيبان نهائيا، وبيبقى شكلك حلو كل حاجه. بس يعني ايه، بيعمل اللزوم وبيعمل الواجب لما ايه الجيبه تترفع شويه. فانا برضو كنت لازم اوريكم انا بلبس الجيب ازاي، علشان مش هقعد اطلع غلطات، ولازم يكون كل غلطه حلها. يعني مش هقعد انتقد على الفاضي، لازم ايه. على فكره الكلام اللي بقوله لك ده انا اتعلمته برضو. ما انت يعني بصي، مش يعني انت ما تضمنيش اي حاجه في الدنيا دي. انت ممكن تقعي كده، يعني تقعي وانت لابسه جيبه، انت متخيله؟ يعني ممكن مثلا الهواء يجي يطير لك الجيبه، انت متخيله؟ فاحنا دايما نحترم نفسنا من الاول ونلبس البناطيل بتاعتنا تحت الجيب، يعني نستر نفسنا. هنيجي بقى في نقطه ان انا اتكلمت فيها برضو، التيشيرتات الشفافه. طلع اصلا موضه قوي القماش الاورجانزا، ولقيت ناس كتيره لابسه قماش اورجانزا، بس للاسف لابسين مش لابسين تحتيه حاجه، يعني يقولوا هيبوظوه. طبعا لو انت لبستي القماش الاورجانزا ده تحتيه بادي، هو بجد هيبوظ. تخيلي بادي رفيع كده، هو بادي كرينو رفيع والقماش الاورجانزا عامل كده اهو، يا سلام، هتحسي ان انت عامله زي الجلاشه بالظبط، طبقات. لا، احنا ممكن نعمل ايه، نلبس قميص زي ما انا لابسه كده، قميص بيبقى باسوره كده واسوره كده، القميص بيبقى مش ماسك في الجسم قوي، فتحسي ان هو شكله عسول، صح؟ مش هتعملي كده، ما تشتريش بقى الطقم الاورجانزا ده خالص. في برضو فساتين طالعه جديده اللي هي التول، فتلاقي القماش تول. لا، التول ده انت المفروض تلبسي تحتيه تول تاني، بيبقى فيه تول طبقتين، وبيبقى اغلى من الطبقه الاولى طبعا، عشان هو بيبقى يعني مظبطينه اكتر. وتلبسي التول بقى تحت التول، هتحسي ان كله بقى طول في طول، مش هيبان. بادي كارينا ده انسي، لان اصلا بادي كارينا ده اصلا بيجيب حساسيه. البديهات القطن بتتلبس تحت الحاجات اللي هي بتبقى تيشرتات، مثلا تيشرت يليق عليه اللي هو تلبس تحتيه بادي قطن، يبقى شكله عسول وكل حاجه. لكن في حاجات سواريه او حاجات دانتيل، حاجات اورجانزا، مش هينفع نلبس البادي كارينا ده خالص، عشان ايه، هنحس ان الطقم احنا بنعك فيه. فانا ما ينفعش اقول لك البسي كده وهو اصلا الطقم هيبوظ. احنا برده نبقى عايزين يبقى شكلنا حلو. فانا قلت لكم الحل ان انت بتلبسي اي شميز او اي قميص حلو كده، على حسب. يعني انت لابسه ابيض تلبسي ابيض، لابسه اسود يبقى تلبسي اسود. يعني حاولي ما تلبسيش بقى ايه البيج خالص. يعني انا بلاقي ناس بتبقى لابسه مثلا شميز ابيض شفاف شويه، هم محترمين بيلبسوا تحتيه بادي بيج. انا اقسم بالله قبل كده شفت واحده كانت لابسه بادي بيج وفاتحه فتحة كده اول زرارين ولابسه سلسله. فانا هي البنت محجبه وحجابها مظبوط من هنا قوي، يعني ايه مش عامله بقى اي كلام. المهم الست مقربه لها مقربه لها مقربه لها، كنت عايزه اقول لها اقفلي الزراير، ببص لقيت تيشيرت اصلا، لقيته تيشيرت.
بس هو باين من بعيد ان هو لون الجلد بالظبط. فانا عن نفسي ما بقتش اجيب اي تيشرتات بيج بديهات يعني البسها تحت الهدوم، لان حسيت ان هي شكلها بجد وحش. ممكن انا اعمل الحاجه بس بعد كده اكتشف ان هي حاجه وحشه قوي، فاقول ايه ده، ايه اللي انا كنت بعمله ده؟ زي البديهات كارينا ده، كنت بص عندي الدولاب كله كارينا، اخضر واصفر وفوشيا وبامبا، يا وكنت بص مظبطه نفسي. كان شويه يسموني ساره كارينا. على التيشرتات اللي بنص الكم اللي بيتلبس تحتيها تيشرتات طول، دي طبعا يعني طالعه ترند كده خدعه، يعني دي حاجه احنا كناش بنعملها زمان. انت كده كده هتلبسي اي تيشرت منقوش، اي بادي منقوش تحت التيشرت. لو تيشرت ساده ممكن تلبسي مثلا بادي مكتوب عليه كلمات، يعني لو انت مثلا ايه عايزه تروشيني نفسك قوي، انت هاديه هتلبسي تحتيه بادي عادي او قميص، او قميص زي ما انا عارفه. يعني انا بص انا لابسه تيشرت اهو، تيشرت وتحتيه قميص، لان التيشيرت ده قصير سنه، وانتوا بصوا انتوا مش شايفيني، بس انا ايه يعني انا بنزل كده ماشي. بس الطرحه دي انا لفها اي كلام كده عشان في البيت، يعني لفت طرحتي مش كده، بس يعني استروا عليا عشان استر عليكم. بس كده الموضوع خلص، وانا قلت الاخطاء اللي انا كنت بعملها زمان وبصلحها ازاي، ويستدوا تنفيذ تنسيقات باذن الله هتنزل لكم قريب، اللي انا جايبه صور وعايزه اقلدها بس بطريقه يعني محتشمه شويه. وانا قلت كذا مره عشان محدش يجي ينتقدني انا مش شيخه او كل حاجه فيا سليمه، لا انا عندي اخطاء كتير وبحاول اصلحها. فقلت نشجع بعض ونصلح مع بعض علشان الدنيا ما توسعش مننا على الفاضي، فاهم؟ عشان كل واحده بتلبس الحجاب كده تقعد تقلع فيها كده تقعد تقول يا رب هديني، فاحنا نتهدي من الاول كده علشان ايه نبقى كويسين. غير كده ما تلبسيش الحجاب وانت مقتنعه بيه 100%، علشان ما ينفعش تلبسيه وتقلعيه، تلبسيه وتقلعيه، عشان الحجاب ده مش لعبه نهائيا، لازم تكوني مقتنعه بالحاجه والحجاب فرض. عشان اللي يجي يقول الحجاب، اللي عايز يقلع الحجاب بيقول ان هو مش فرض، لا الحجاب فرض تمام. ف ده اللي انا هقوله ماشي، ده اللي انا هقوله. ولو عايزين تتابعوني طبعا الفيديوهات الجايه ان شاء الله. يلا باي باي.